حينما يأسر الفقر صاحبه وتسود لا عدالة بلدا مثل العراق، عندها تضطر أم عمر من سكان منطقة الكيلو 7 في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار لمزاولة الأعمال الشاقة لإطعام أطفالها. فبعد اعتقال زوجها وإيداعه سجن التاجي في بغداد بتهمة الإرهاب وحرمانها من أي تعويض مالي من قبل الجهات الحكومية، لم تجد حمالة الطحين أم عمر عملا أخف وطأة من هذا لتحمل الأكياس الثقيلة على ظهرها لساعات طويلة مقابل مبلغ زهيد جدا. لا عندي راتب، لا عندي بيت، لا عندي كل شيء، الحمد لله والشكر. جاهزة أشتغل بيومية هم 2.5 باليوم، باليوم 2.5 أشتغل. دعي الجهالة من ينطيني؟ زوجي والله معتقل دار حكومية، هي معتقل حقله. ضليت أسوي الله يوليد واحد، أنا وجهالي عندي 5 برقوبتي من يعيشهم. فمن انسجن زوجها شفت معاناتها كلش صارت صعبة، يعني قامت الحليب ما تقدر، الجهالها الحفاضات ما تقدر، العيشة كيلو طماطم ما تقدر عليه. فأنا بغيت أتسوق أنا يعني وأنطيها وهاي، بس قلت لها بعدين ماني عايزني واحد عامل، يعني أهم المكالمة مالتي صغيرة مو كبيرة. فقلت لها تعالي هل نحسب لك، أحسب لك أو اللي يجي مثلا أبو 1000 أو 500 إكرامية ينطيها؟ قلت ما يخالف تعالي وقعد وياي بالمحل. بعد يوم كامل من العمل الشاق تعود أم عمر إلى سكنها المكون من غرفة واحدة فقط تفتقد لأبسط مقومات الراحة ليفاقم هذا الواقع معاناتها. إلا أن أم عمر فضلت العمل الشاق على العمل الأكثر مشقة، فقد عملت سابقا في البناء بعد فشل مساعيها في الحصول على راتب رعاية اجتماعية، كما عملت أم عمر في جمع العلب المعدنية من النفايات. والحال نفسه بالنسبة لآلاف النساء العراقيات اللاتي يعيشن في واحد من أغنى بلدان العالم وأكثرها اكتظاظاً بالسراق والفاسدين.